بقى لمهدي عبيد، هل تم التحقيق معاه؟ فعلا تم التحقيق معاه وتم إدانته. في حالة إدانة مهدي عبيد، وهي قد تحدث خلال الأيام اللي جاية، الإعلان الرسمي. ليه في الفترة الأخيرة بكل بالورقة والقلم بكل المقاييس هو نادي القرن؟ لا، نادي الزمالك نادي القرن. احنا وجهة نظرنا واحنا قناعة، والورقة والقلم بيقولوا كده. يعني احنا في وقت دلوقتي عاصي جدا، وقت صعب جدا لنادي الزمالك بيمر بيه. نادي الزمالك النهاردة أصبح واحد بيدير النادي، واحد بيدير النادي بيشارك بيقطع في رموشه. يعني إيه؟ أنا بقول لك احنا عايشين جو دلوقتي، ويعني أنا بقول ده يعني ده حاجة تسعد اللعيبه والجماهير نادي الزمالك الفتره اللي احنا عايشين فيها. انت قوي، مش بقول ند، انت قوي. هم ايه؟ مين نادي القرن الحقيقي؟ خلاص، هو نادي رسميا هو الاهلي، هو نادي القرن الحقيقي رسميا ايهاب الفولي. الاهلي طبعا. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، ايوه، طلع تقرير باحقيه نادي الزمالك بلقب القرن. انا كراجل نقد رياضي وكراجل صحفي وكراجل اعلامي وكراجل عقلاني، الكاف بيقول ان النادي الاهلي هو نادي القرن، خلاص تعظيم سلام، والنادي الاهلي هو نادي القرن. المساله بسيطه جدا، مش محتاجه الهيصه. هي الفكره، الحلم اللي يبقى نادي الزمالك مؤمن، جماهير نادي الزمالك، الشباب بتوع نادي الزمالك مؤمنين ان نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.